أنا اسمي بخيت طاهر، سني 30 سنة، بعزف أورج من وأنا في رابعة ابتدائي. اتعلمت الأورج فرانسيسكانا بوئير على إيد الأستاذ ميلاد شحاتة، وهو صاحب الفضل الأول يعني في تعليمي الموسيقى. التمرين على أي آلة موسيقية محتاج بس إنك تديله وقت ومجهود، ويبقى عندك مثابرة في التمرين. موضوع النهاية ده ما فرقش معايا في آلة الأورج بالتحديد، يمكن في آلات تانية بيخلي الكفيف ما يقدرش يعزف أصلا، زي الإكسلفون مثلا، وبعض الآلات دي تحتاج إنه لازم تبقى شايف كويس النغمات يعني. لكن الأورج لأ، ما تعبنيش في إن أنا أتعلمه، بس يعني أنا اتعلمت أنا وحوالي 25 واحد، ما فيش حد استمر منهم غيري، مش لأن عندي أي مميزات، إلا بس إني سابرت واتمرنت كتير. يعني كان ممكن يعدي عليا أيام أقعد 7 ساعات في اليوم أتمرن بشكل متواصل موقفش، فهو ده اللي فادني وخلاني أقدر دلوقتي أعزف أورج بشكل مقبول. بعزف ترانيم في معظم الأحيان، لكن لو في فرصة إن أنا أعزف أغاني مثلا في مسابقة أو لمزاجنا الشخصي أو كده، ما فيش مشكلة. لكن يعني بتبقى أغاني اللي هي مقبولة، ما بتوصلش لحاجات شعبي مثلا أو مهرجانات أو حاجات زي كده. بعزف ألحان أنا استمتع بيها وأنا بعزفها. أحلامي نفسي ألاقي شغلانة مستقرة وليها دخل ثابت في الموسيقى، لأني حاليا أنا بشتغل في سويتش في أحد المستشفيات، فدي مسألة يعني مع طول الوقت ويعني بتبقى متعبة للودان، ومش شغفي يعني. فنفسي ألاقي شغلانة ليها يعني دخل ثابت ومستقر في الموسيقى، وأنا أحب جدا إن أنا أشتغل في الموسيقى، لكن تبقى حاجة مناسبة.